أعلنت وزارة الداخلية عن صدور لائحة تنفيذية لنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية ووثيقة الشروط والمتطلبات الأمنية لتركيب نظام المراقبة والمواصفات الفنية العامة لأجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية. للوقوف على أبرز الشروط والمتطلبات على هذا الموضوع أكيد ينضم معنا الأستاذ تركي المحمود، كاتب رأي ومدون رقمي. هلا وسهلا بك أستاذ تركي. أهلاً وسهلاً أستاذ ريما. يعني في البداية لو تشرح لنا، إحنا بنتكلم هنا عن أي كاميرات؟ لأنه ممكن الناس يحصل عندها يعني ما هم عارفين بالضبط، هل هي الكاميرات اللي بنستخدمها في البيوت أو أي كاميرات بالضبط اللي بنتكلم عليها؟ طبعاً صدرت الموافقة السامية في 7/3/1444 بالموافقة على نظام تركيب واستخدام كاميرات المراقبة الأمنية. وإحنا هنا ما نتحدث عن المنازل الشخصية، وهذا أمر راجع للناس، لكن اللائحة حددت الأماكن التي يتم تركيب فيها الكاميرات هذه، وين بالضبط تركب، وحتى المواصفات الفنية على أن تربط بغرف العمليات. وفيه استثناءات في هذا الموضوع يعني. فإحنا نتكلم عن الكيانات الخارجية، نتكلم عن وزارات مؤسسات وهيئات، نتكلم عن أماكن عامة، نتكلم عن أسواق، نتكلم عن محلات إلى آخره. طيب أستاذ تركي، أنت تفضلت قلت على حسب مواصفات، لها مواصفات فنية. صحيح. إيش هي هذه المواصفات؟ طبعا فيها تفصيل كثير في شروط الوثيقة. أبرزها. هناك وثيقة، أولا الكاميرا يجب أن يكون لها وحدة تخزين داخلية وتهيئ بشكل جيد. الموظفين اللي يدخلون على الوحدات هذه للاطلاع يجب أن يكون مرخصين، ويعني يكون فيه تسجيل لدخولهم وخروجهم، مو أي واحد يطلع عليها. الكاميرات يجب أن لا تكون تسجل صورة ولا تسجل صوت. في حالة أنه ارتأى المسؤول عن المكان تركيب كاميرا تسجل صوت، يجب أخذ إذن من وزارة الداخلية. كذلك في مواصفات أنها تكون ملونة وبمقدار معين من يعني لها مواصفات محددة في عملية الدقة. كذلك المدى، وأنها تكون توضح وجوه الأشخاص في الأماكن اللي يتم التصوير فيها. طب خلينا نتكلم كمان عن موضوع الكاميرات مثلا اللي بتكون في المرافق النسائية زي الأندية أو المدارس أو الجامعات. هل هذه الأماكن راح يكون فيها كاميرات، وإيش الاشتراطات فيها؟ طبعا الاشتراطات بشكل عام في جميع الأماكن، احنا نتكلم عن المدخل الرئيسي، نتكلم عن البهو، نتكلم عن مكان إنزال وتحميل البضائع، نتكلم عن المصاعد والسلالم، نتكلم عن المواقف السيارات وأماكن نزول الناس وصعودهم في السيارات. فهذا اللي احنا نتكلم عنه. في داخل المكاتب، في داخل الصالات، ما هو مطلوب تركيب هذه الكاميرات. طيب أستاذ، الآن يعني خلينا نقول أكيد لا، يعني ما هي جدوى هذا المشروع الآن؟ كيف هيرفع أو هيساعد من رفع الحس الأمني إذا استخدمنا بهذه الطريقة؟ احنا شفناها على سبيل المثال في كاميرات البيوت. إذا حصلت سرقة لا قدر الله مثلا في الحارة في أي بيت، يروحون أقرب شيء للبيت اللي مركب الكاميرات، يطلبون منه الاستعانة، وهذا يفيد كثير الجهة الأمنية في سرعة القبض على اللص أو السارق إلى آخره، أو مرتكب الجريمة. الآن هذا الأمر لما يكون على نطاق واسع، إحنا بإذن الله هذا الشيء راح يساعد في سرعة القبض على الجناة. الأمر الآخر راح يعطي تنبيه لمن تسول له نفسه، ترى الأماكن مسجلة بالكاميرات. والنظام كذلك نص على تركيب لوحات تكون واضحة أنه المكان هذا مزود بكاميرات، فبالتالي حتى يرتدع اللص أو مرتكب الجريمة. ولو ما ارتدع، الكاميرات هذه مطلوب أنها تكون عالية الدقة بحيث يستطيعون عند الرجوع لها الوصول إلى مرتكب الجريمة في أقرب وقت. هذا الشيء راح يزيد من مستوى ورفع
مستوى الأمان في مدننا الحبيبة. ذكرت أنه هذه الكاميرات مربوطة بغرف العمليات، فهل هذا يعني أنه مثلا في حالة حدوث أي جريمة أو مشكلة ما بيكون في داعي مثلا لاتصال الجهات الأمنية، هم بيكونوا شايفين الموقف وهم بيتصرفوا أو في التدخل مثلا؟ صحيح، المشروع قائم على مشكورة الجهات، وزارة الداخلية والأمن السبراني، وكذلك كذا قطاع، نسيت بالضبط كم قطاع، وكلهم يشتركون لإنجاح هذا المشروع. فبالتالي غرف العمليات مربوطة فيها الكاميرات على مدار الساعة، بالإضافة إلى أن الكاميرات تسجل أيضا. في هناك بعض الاستثناءات وبعض الاشتراطات المعينة، لكن بالمجمل غرف العمليات تتابع الكاميرات هذه، وهذا لمزيد من الفعالية وسرعة ضبط الجنى لا قدر الله. خليني أقول لك شغلة، في البعض إلى الآن ما زال الاستيعاب ضرورة هذا الأمر يشوبها شائب عندهم، يعني أنه نحط كاميرات، في ناس تقول لك طب خصوصيتنا إحنا في منشأتنا، طيب كيف تربط بجهات وناس تشوف كذا، ما أعرف إيش نقول لهم، هل الخصوصية أمام الأمن أو لا، هذا الجزء الأمني لا يلمس الخصوصية، إيش ممكن تقول لهم؟ هي بشكل عام طبعا بالنسبة للنظام، جميع يعني القطاعات اللي عملت على هذا النظام والتشريعات اللي وضعتها الحكومة الرشيدة دائما تراعي خصوصية الناس. فلو عموما هو متاح، الاشتراطات والفنية وكذلك الشروط متاحة في موقع وزارة الداخلية وفي جريدة أم القرى وكذلك في صحف أخرى، فبالإمكان الرجوع لها. راح نلاحظ أنه الأماكن المشترط تركيب الكاميرات فيها هي أماكن عامة، يعني المداخل الرئيسية بهو، يعني لو افترضنا أنه شركة فما في شيء داخل المكاتب، هو الكلام في البهو الرئيسي مشترك، وكذلك المداخل ما في شيء يمس الخصوصية، فما في شيء يمس الخصوصية. على سبيل المثال مثل ما ذكر أستاذ ريم بالنسبة للأندية النسائية والمشاغل، هو مطلوب تركيب كاميرات فيها، لكنها تخضع لنفس النظام. نتكلم على المداخل الرئيسية، نتكلم عن المصاعد السلالم، نتكلم عن البهو، أما في داخل الصالات أو داخل الغرف ما هو مطلوب أبداً. طب خلينا نتكلم بصفة عامة عن كاميرات المراقبة، خصوصاً اللي إحنا بنجيبها داخل بيوتنا، أصبحت أمر ضروري، لكن كيف أختار الكاميرا المناسبة؟ لأنه إحنا بنسمع فترة الأخيرة توجيهات وتنبيهات إنه ترى انتبهوا الكاميرات من السهل اختراقها داخل البيوت. طبعا بشكل عام أشكرك على طرح السؤال هذا، لأنه مهم يهم الجميع. الكاميرات اللي موجودة خلنا نقول للاستخدام المنزلي تأتي على نوعين ونبسطها للمشاهدين. في نوع يرتبط بالإنترنت بمواقع خارج المملكة، قد تكون في الصين، في أمريكا، في أوروبا إلى آخره، وتعمل عن طريق الوايرلس في البيت، وهذه كاميرات في العادة سعرها رخيص وجيدة، لكنها غير آمنة من ناحية الاختراق. حتى لو كان الباسورد اللي معنا باسورد قوي ونغيره، ممكن نفس الموقع يخترق، ممكن نفس الموقع يساء استخدامه، لأن السيرفرات أو نقول وحدات التخزين الكبيرة اللي يتم تخزين التصوير عليها ما هي موجودة بين أيدينا، قد تتعرض، ما نعرف من اللي يديرها وما نعرف من اللي يطلع عليها. وفي نوع ثاني من الكاميرات اللي هي كاميرا عن طريق كيبل، وتكون وحدة التخزين عندنا في المنزل. صح. فهذه ميزتها أنه نقدر نرجع لأسابيع ولشهور إذا احتاجنا أنه نرجع نشوف الصور. آمنة بإذن الله، ما أحد يقدر يخترقها، لكنها غالية في السعر. أنا أفضل النوع الثاني وأنصح فيه، اللي هي الكاميرا اللي تكون وحدة التخزين في المنزل مع ارتفاع السعر، لكنها آمنة بإذن الله. إذا إحنا ما نقول لا تركبون الكاميرات الرخيصة اللي مربوطة بجهة ثالثة، لكن إذا احتجتوا لتركيبها تكون في عند الأبواب الخارجية في الممرات الخارجية، ما تكون مثلا في غرف مغلقة، في غرف النوم، في الصالات، يعني مراعاة لي، حتى لو نحط احتمال 5% أنه يتم اختراقها، برضو في احتمال أنه يتم اختراقها والاطلاع عليها. مظبوط. والله دكتور
ما زلت أشعر أن ممكن نواجه بعض القناعات اللي ممكن تكون ما تعزز هذا المبدأ، وخاصة يمكن من أصحاب المنشآت زي الشركات، يقول لك طيب إحنا أوريدي حاطين في البهو وحاطين في الأماكن، إيش اللي أضافت اللائحة الجديدة؟ يعني إيش اللي زادت علينا؟ أنا موجود عندي عند المداخل، وموجود في 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 مواقف السيارات، وموجود في صالات الانتظار، وموجود وموجود. هل أنا مجبر الآن أو مخير إني أحط كاميرات موجودة في المكاتب، في قاعات الاجتماعات؟ ولو هذا الشيء موجود، إيش اللي أنا خايف منه عشان أحط هذه الكاميرا هناك؟ طبعا النظام من ناحية الجهات اللي تركب فيها الكاميرات حددها بثلاث مستويات. مستويات عالية الحساسية مثل الوزارات والهيئات، مثل المسجد النبوي، المسجد الحرام والمشاعر المقدسة، وكذلك مستويات متوسطة الحساسية، عندنا القطاعات التعليمية، وعندنا كذلك يعني الأسواق، وأيضا القطاعات التجارية، وعندنا منخفضة الحساسية. مثل ما تفضلت أستاذة لبنى، أنه هناك قطاعات هي مركبة كاميرات، وش أنا أضيف؟ الكاميرات هذه قد ما تكون ذات جودة عالية، ما توضح وجوه الأشخاص، بالإضافة في حالة انقطاع الكهرباء هي راح تنطفئ. النظام نص على أنه يجب وجود باك أب للكهرباء، لازم مصدر توليد كهرباء احتياطي في حالة انقطاع الكهرباء تكون الكاميرا شغالة. كذلك مدى الرؤية لازم محدد بالأمتار، أنه الرؤية تكون واضحة وبعدد من الأمتار، وين كيف الزوايا اللي في المداخل يجب أن تغطي الجهة اليمين وتغطي الجهة اليسار. فالموضوع المواضيع الفنية لها جداول مطولة في 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 وثيقة الشروط، بإمكان الناس الرجوع لها، وهذه راح تضمن بإذن الله دقة الصورة والوصول في النهاية إلى معلومات واضحة. ذكرتي أستاذة لبنى أنه بعض الجهات أو بعض القطاعات ممكن ما تكون متجاوبة. النظام أعطاها مهلة تقريبا 360 يوم لعالية الحساسية و 540 يوم لمنخفضة الحساسية. احنا قاعدين نتكلم على سنة ونص، بعد سنة ونص جميع القطاعات هذه لازم تكون مركبة كاميرات بنفس المواصفات ومربوطة بغرف العمليات، وإلا فراح هناك تم تطبيق طبعا مخالفات على ممتاز هذه الكاميرات. وهذا كله لأمننا ولسلامتنا يعني، وهذا بالعكس هذا التطور الطبيعي إنه اللي بيكون من ناحية الأمنية. أخيرا إيش هي النصائح اللي توجهها للمشاهدين، خصوصا اللي ما زالوا يستخدموا الكاميرات المراقبة داخل المنزل، ولكن اللي هي الزهيدة خلينا نقول اللي عن طريق التطبيقات الاي بي يسمونه اي بي. أول شيء احنا نوجه رسالة للناس انه لا تخافون من الناس تخاف من التكنولوجيا دائما. اي شيء جديد هم يخافون منه. بالنسبه للنظام الجديد ما يخترق الخصوصيه، الدوله يدها الله والحكومه الرشيده احرص على حفظ خصوصيتنا، فالناس يجب ان لا يتخوفون. في مساله الكاميرات المنزليه أنا أنصح بشكل شخصي الابتعاد عن الكاميرات الآي بي اللي هي مربوطة بطرف ثالث، لكن إذا تم الإصرار عليها فتكون للأبواب الخارجية وللمداخل، ونبتعد عن داخل المنازل للحفاظ على حرمة المنزل. طبعا طبعا طبعا، يعني نتمنى فعلا أن يكون الناس تستوعب أهمية هذه النقطة، سواء لأمنهم حتى ومساعدة الجهات لا قدر الله إذا احتاجوا إلى مثل هذا الأمر. أستاذ تركي المحمود، شكرا جزيلا على وجودك معنا وعلى هذا التوضيح الطيب. شكرا لك استاذ، يعطيك العافيه. مشاهدينا مكملين معكم اكيد، ولكن بعد الفاصل.